زمان يكون كلامنا كلام في المضمون، هنقول الحق ده مهما يكون، هنتكلم في كل الحاجات وهتحلى كمان ويانا الحكايات، هنتكلم كل الحاجات هتحلى كمان ويانا الحكايات، اتكلم واحنا هنسمعك محدش يقدر يمنعك، اتكلم. السلام عليكم، برحب بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلامنا في المضمون. النهاردة هنتكلم على موضوع اعتقد ان هو يعني بيهم ناس كتير جدا، وهو موضوع الزوجة التانية، وليه اساسا الراجل بيفكر زوجه ان هو يتجوز زوجه تانية. وخلونا الاول نعرف بس راي مروه. ازيك يا مروه؟ الاول ازيك يا محمد، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا الساده المشاهدين، امبارح كان عيد الحب قبل ما نبدا الحلقه بس وننسى، لان هي دعوه للحب برضك والتعامل كويس بشكل كويس مع من حيث الطرفين يعني، ومش مش هنظلم طرف على طرف، ده في البدايه. طيب خلينا نعرف ايه رايك بقى في موضوع الزوجه التانية. هو مبدئيا كده، مع ولا ضد؟ هو انا لا مع ولا ضد، انا على الحياد. حضرتك في ايه في القران بتقول يعني اللي عاوز يتزوج زوجه ثانيه فمثنى وثلاثه ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده، فلان ابن ادم بصفه عامه هو خطاء، فهو خطاء نظرا ان هو خطاء فمش هيعدل. فيعني هل الراجل بس اللي بيغلط يعني؟ يعني لو حابب يتجوز ما تكونش الاولانيه على ذمته عشان ما ينظلمش في الموضوع ده. هي كفايه واحده. هي اولا واخيرا كفايه واحده. عايز تتجوز مره كمان يبقى واحده بس اللي تكون على ذمتك، علشان يعني في حكم الدين هي ليه حساب تاني عند ربنا طبعا. فابن ادم بصفه عامه خطاء. تمام. طب خلينا نعرف تفاصيل اكتر بقى من الدكتورة. من الدكتورة. ومعنا برضك حد اتعرض لمشاكل. وبصراحة برضك انا مش شايفة بصراحة انه ليه حق اللي تعرضت للمشاكل دي، انها دي يعني هي ليها حق الصراحة. طيب خلينا نرحب بالدكتورة الاول. بنرحب بالدكتورة سلمى عادل، استشاري صحة نفسية وارشاد اسري. اهلا بيك يا دكتوره، مشرفانا ومنورانا. ومعنا كمان مدام عزه. وكمان معانا مدام عزه، هي تجربه مرت بتجربه كانت زوجه ثانيه، هنعرف منها هنعرف منها ايه اللي مرت بيه وايه حكايتها. احكي لنا باختصار كده ايه الموضوع. والله انا تعرضت للزواج المره الثانيه، وكان للاسف هي كانت تجربه مش صح ان انا كنت اخدها، لان هو كان في البدايه مفهمني ان هيقدر ان هو يعول الاسرتين ويبقى مش هيظلم حد. هل هو كان متجوز ولا حضرتك؟ هو سؤال، هي انت اتجوزتي زوجه ثانيه وهو الاولانيه كانت على ذمته؟ كانت على ذمته، وقال ان هي يعني مريضه وكده، فقال ان هو محتاج ان هو يكون يفتح بيت. فطبعا انا كنت طالبه الستر، لان عايزه اربي اولادي في وسط مجتمع يكون فيه هدوء، ما يتعرضوش لاي حاله نفسيه. الزواج الاولاني كان فيه اطفال؟ معايا ولد وبنت. سبب الانفصال الاولاني عدم التفاهم ولا؟ لا، ان برضه كان عايز يتجوز. لا ده الموضوع جميل قوي. هو عايز يتجوز وانت تجوز؟ لا الموضوع جميل. فانا ما رفضت الموضوع، كان في عنف وكده فانفصلت، قعدت حوالي 5 سنين. لما تقدم الزوج التاني عشان اتجوز فقلت مفيش مشكله، من ستر ربنا يعني، احاول ان اعيش وسط المجتمع بيرفض ان الانسانه المطلقه تعرف تعيش بحريه كاي بني ادم عادي. فاتقدم ووافقنا والحمد لله الدنيا كانت تمام. بس بعد كده حصل مشاكل بتحصل مع ناس كتير، اللي هو لا ما ينفعش تتجوز عليا، لازم تطلقها، لازم ما ينفعش هي تبقى موجوده في حياتك. وبالفعل اتنزلت عشان اتطلق، ومش انا لوحدي يعني، انا شفت ناس كتيره زمايلي واصدقاء نفس الحوار معاهم، اللي هم بيطلقوا عشان لا الاهل مش موافقين ان انت تتجوز واحده متطلقه قبل كده، ممكن تتجوز بنت، لكن بيرفضوا ان هو يتجوز ست خدت تجربه. دي من بعض المفاهيم الخطا في مجتمعنا على فكره. ده الحقيقه دي فعلا. لكن لو ارمله ممكن ان هم يراعوا ظروفها ان هي ارمله، طب ايه الفرق؟ مش عارفه اشمعنى صحيح يعني. انا مش عارفه يعني، حتى لو اشتغلت المنفصله، لو حضرتك راحت اشتغلت او خدت ان هي تكمل حياتها المهنيه عشان تربي اولادها او عشان نفسها لو مفيش اولاد،
بيبصوا لها ان هي واحده مش كويسه، وده طبعا فكر للاسف سيء جدا في مجتمعنا. لكن السيده الارمله ليا ناس برضو اعرفها بيبقى عادي مفيش مشكله، الناس بتتعاطف معاها. طب ايه السبب؟ ممكن تكون الام، ممكن تكون الاخت، ممكن تكون بنت خاله، بنت عمه. هو تقريبا الانفصال ما بين الطرفين بيكون تدخل الاسري اكتر حاجه، يعني ده اللي معروف الفتره الاخيره. بس عايزين نسال برضك الدكتوره، ايه السبب اللي بيخلي الراجل يتجوز زوجه ثانيه او يبص بره؟ الراجل عشان يتجوز زوجه ثانيه بيبقى حاجتين، يعني انا بعتبرهم عندنا في علم النفس يا اما هروب يا اما طمع. طيب عايز يهرب من ايه؟ عايز يهرب من مشاكل هو مش عارف ازاي يتعامل معاها. مثلا علاقته بزوجته مش كويسه. طب ما هي هتقابله نفس المشاكل. هو ما فكرش في كده. هو لما كان في المرحله اللي بيفكر ازاي اهرب من المشاكل اللي انا مش عارف احلها مع زوجتي، في الفتره دي ظهرت في حياته يا اما زميله في شغل، يا اما جاره، يا اما صديقه على النت، او ايا كان ظهرت قدامه حد هو شعر بالارتياح ناحيته. تمام. وبدا بالمقارنه. وطبعا ده نتيجه انه اتجوز نتيجه التوقعات. يعني انا لما هتجوز هشوف في مراتي صوره معينه، هتعامل بشكل معين، بيحب ياخدها مشابهه لماما. تملي في زوج لما يجي يدور على كل الرجاله. في ناس تقول لك انا بدور على واحده تكون فيها ملامح من ماما. هي عامه يعني بنسبه كبيره انا عايزه زي والدتي، بس ما فيش حد زي حد. الجيل دلوقتي ده ممكن تكون في الاجيال اللي فاتت، لكن الاجيال دلوقتي ولا عايز زي ماما ولا عايز زي حد. هو عايز زي صوره ذهنيه معينه اتصورت له عن طريق التلفزيون او عن طريق النت، في اسلوب اللبس، في طريقه الكلام، في شخصيتها. فبيسيب لنفسه الحريه ان انا اللي اختار. دلوقتي الشباب بيخلص الجامعه بياخد شقه لوحده وبيقول انا خلاص هنفصل عن اهلي واستقر. بس في نماذج اخرى يعني شفتها من الشباب، ماما هي اللي بتختار لي وماما هي اللي بتنقي لي. ده بتبقى في قاعده الاتفاق، هو قاعد ضيف والدته هي اللي بتخطط وبتقرر. يعني انا اعرف بنات لما اتكلمت معايا تقول انا رفضت العريس من مجرد ان في اثناء جلسه التعارف او جلسه الاتفاق هو ما بيتكلمش، سايب كل حاجه لوالدته. فدي انسانه ذكيه يعني. قدرت تفهم. لا بص يا محمد، يعني بعد اعتراض الشيل على جمله ابن امه، كل واحد فينا بيحب والدته جدا طبعاً. بس لازم يعرف يفرق ازاي يتعامل مع زوجته انها مش والدته. هي دي تربيه الام. انا بربي ابني انه يحبني جدا وانا بحبه جدا، لكن انا بربيه عنده شخصيه. ايوه، مش طول الوقت هيعتمد على ارائي وينسى ارائه. يعني دي. وفي نفس الوقت لازم برضك رساله للامهات انها ما تضغطش على ابنها ولا بنتها يتجوز يعني غصب عنه او غصب عنها، ان انا شايفه ده مناسب. ده أنا من سبب الزواج بزوجه ثانيه، وده سبب هو ريح اهله في المره الاولى، ده سبب المره الثانيه تزوج زوجه ثانيه هو اللي اختارها، والانفصالات السريعه بسبب ان الماما هي اللي بتنقي. يا دكتوره خلينا بس، يعني هل معنى كل اللي متجوز اتنين حياته بايظه او عنده مشاكل؟ لا، الحاله الثانيه طمع. الثانيه بتبقى طمع. الهروب ده جزء، ده سبب. بس في بعض الحالات يا دكتوره الجوازه الاولانيه بتكون برضك طمع، الزوجه عندها ايه وهتديني لا ايه؟ لا انا اقصد طمع في المره الثانيه، مش طمع مادي مثلا. انا بتكلم طمع ان انا مقتدر ماديا وقادر افتح بيتين. تمام. فهقتضي مثلا بالرسول عليه الصلاه والسلام هتجوز زوجه ثانيه وثالثه ورابعه، زي الدين ما قال من ستر مؤمما في الدنيا ستره الله يوم القيامه. ده مقوله بتتقال لرجال كتير. انا قادر صحيا، قادر اجتماعيا، قادر ماديا افتح بيت ثاني، انت زعلانه ليه؟ هو مش حاطط في دماغه ايه التاثير النفسي على الزوجه الاولى او على الاولاد لما بابا عايز يتجوز ثاني. وبيبرر بيقول انا هقدر احبهم كلهم زي بعض وهتعامل معهم زي بعض. هو ما فيش حد بيسيب حاجه اولانيه بتبقى عنده في نفس مكانه التانية. اكيد صح. انا مبدئيا معترض على فكره ان الراجل يتجوز تاني، هي واحده زي ما مروه قالت. بس في ظروف، هي احيانا احنا زي ما استاذه مروه قالت مع او ضد، في ظروف. مثلا لو فعلا الزوجه مريضه وبتكون بموافقتها، ده ساعات هي اللي بتختار للزوج زوجه تانية. اكيد صح. في مشاكل مثلا. طب ليه مش العكس يا دكتوره؟ يعني هي حضرتك بتقولي لو الزوجه مريضه، طب ما هي بتصبر عليه. يعني لو الزوج مريض بقى، هل ده مبرر ان هي تطلق منه؟ هي على فكره هي لها حريه الاختيار، بس الستات بطبيعتهم النفسيه عاطفيين وبتراعي العشره اكتر وبتبقى عليها. لكن الزوج طالما ربنا ادالك رخصه بيبقى في حاجه في العقل الباطن بتقول له ليه ما استخدمهاش الرخصه. يمكن دي لو كانت عن الست كانت فكرت بنفس الطريقه. لكن الزوجه بتضحي، الزوجه بتقول انا هفضل مع زوجي حتى هو عيان. وعلى فكره في نماذج دلوقتي الرجاله
شالت ازواجها في مرضى السرطان، في مرضى الفشل الكلوي، وكانوا ليهم اكتر يعني من اهلهم. بس برضك يا محمد عشان ما نجيش على حد، برضك في ستات انانيه اما بتلاقي زوجها في محنه او في ورطه تقول له شكرا، حضرتك ايه اللي خلاك تتجوز في الاساس؟ ما اسمهاش انانيه، هي حاجه ربنا خلقها في الانسان اني بجري ورا احتياجي. هي يمكن ما عندهاش الطاقه او قادره تضغط على احتياجاتها سواء الجنسيه او العاطفيه انها تعيش مع شخص مش قادر يلبي لها الاحتياجات دي، فبرضه رخصه ليها انا هنفصل واتزوج تاني. على فكره هي فادته اكتر ما نعيش معاه، لانها لو عاشت معاه وهي بتجبر نفسها وشايفاه في صوره حد مريض ممكن تغلط، هي ممكن تخونه في الحاله دي بالظبط. صح. فهي الصراحه مع النفس في الحاجات دي بتبقى حلوه قوي. طب يا دكتوره نعمل ايه للزوج اللي هو يعني الزوجه تتعامل معاه ازاي لما تحس ان عينه بقت فارغه؟ يعني عاوز يتجوز واحده، لا اثنين ثلاثه، لا هو اللي عينه فارغه مبدئيا كمان هيبعد عن الزواج الشرعي، ممكن يتجه لاساليب تانية كتير علشان الزوجه الاولى ما تعرفش، يعني الوسائل كتير جدا. فالعين فارغه ده غير اللي بيسعى للزواج التاني، ده في علم النفس مرض بيبقى اساسا خارج من تنشئه اسريه، هي مش هقول لك دلعته، يا دلعته قوي يا كانت قاسيه جدا عليه، فبعد الزواج بيبقى مضطرب نفسيا وبيلاقي راحته الوحيده في انه يؤذي كل اللي حواليه، فالإزاء بيجي من الارتباط مره واثنين وثلاثه بسيدات وايديهم. استاذ حضرتك معانا اتصال تليفوني من استاذ رضا، اهلا بيك يا استاذ رضا اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا استاذ، اهلا بيك اتفضل يا فندم. سؤالك ايه؟ انا كنت بسال عن الواحد لما يكون مراته بتتعب وبتزعل. ايوه انا سامعك، مراته بتتعب وبتزعل، كمل. اه واحد اثنين وثلاثة ورباعي. حاضر النبي صلى الله عليه وسلم قال لك مفيش حرام في الجواز. الواحدة عاوزة تشتري الراجل تكتبه يعني بإيديها ورجليها تقول لك ده مشكلة اللي هو ده يعني خلاص بقى راجلي ما عادش يتجوز عليا. اه. لا يعني هي اشتريته الراجل مقتدر. مقتدر اللي هو يعيش واحدة واثنين وثلاثة. لا هي اتحرم اللي ربنا حلله. ما حدش حرم حاجه، لا طبعا ما حدش حرم، بالعكس احنا بنقول يتجوز زوجه ثانيه وثالثه ولكن بشروط. يعني العمليه مش اوكي. شكرا استاذ رضا، شكرا. في سؤال ثاني؟ شكرا استاذ رضا. دكتوره هو حبي بس تقريبا حصل عنده لبس او حاجه، هو مفكر ان احنا ضد ان الراجل يتجوز اثنين او ثلاثه. هو ما بيقولش علينا احنا بس، هو بيقول كنظره مجتمع او الستات عامه بترفض. اولا من الناحيه الدينيه اللي هو اتكلم عنها، ربنا قال لك اتجوز مثنى وثلاثه ورباع وحط لك قواعد وشروط. طبعا. يعني ما تبقاش زوجتي مكفياني من كافه شيء وانسانه محترمه وقايمه ببيتها وبتحبني وانا بحبها، واجي فجاه اقول لها انا عايزه اتزوج زوجه ثانيه. انت اديتها صدمه، انت مش عارف انت قلت لها ايه؟ هل تتخيل مثلا هي اللي فجأة جت تقول لك انا فجأة حبيت واحد تاني؟ او لو سمحت طلقني بقى. ده بتحصل. انا فعلا انا مثلا بتجيلنا حالات معايا مثلا في بنك، معايا في شركة بترول، معايا في شركات، ايا كان الاختلاط عامة بيبقى له حدود. احيانا الحدود بتتشال، الزوجة بتميل بمشاعرها لحد تاني لانها قارنت بينه وبين زوجها ولقيته مختلف. ده بيسمعني اكتر، ده حنين اكتر، ده بيقدرني اكتر. الاحتواء. فتقرر انها تنفصل عشان ما تعملش حاجه غلط وتتزوج من الراجل التاني. طب ما تحط انت نفسك مكانها. هو المفروض يا دكتوره الاحتواء بيه. بس في تليفون معانا. تمام. الو مين معانا يا فندم؟ استاذ محمد. الو معانا على التليفون ولا معانا على التليفون؟ الو معانا استاذ محمد عاطف، اهلا بيك. سمعتك يا فقدنا الاتصال، حضرتك سامعني؟ اه سامعك يا فندم. اهلا بيك، سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ اهلا بحضرتك، انا دلوقتي كنت بتفرج على الحلقه وعجبني جدا البرنامج بتاعتك والموضوع الحلقه. فحبيت ان انا ادخل طبعا موضوع الزوجه الثانيه، ليه الراجل بيتزوج الزوجه الثانيه؟ الراجل بيتزوج الزوجه الثانيه عشان بيحقق رغباته الحاجات اللي هي ناقصاه. سواء الرغبه الجنسيه او غيره. بيعوض في شيء ناقصه في حياته بيعوضه. طبعا بيتجوز بشروط، لو الزوجه الدين ده طبعا صرح له دوت ان يتجوز بيتجوز بشروط. لو هي مريضه لو هي مش بتنجب. الدكتوره شرحت المواضيع دي كلها. في سؤال عند حضرتك؟ لو هي مش بتنجب دوت دي من الحاجات يا فندم اللي يخلي طبعا الزوج ان هو يتزوج واحده ثانيه.
ومفيش واحده ست، مفيش واحده ست بترضى تماما ان هي حتى لو الزوجه الثانيه ترضى ان هو يتزوج عليها برضو. تمام، في سؤال تاني استاذ محمد؟ يا فندم انا سعيد جدا وبالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك، شكرا ليك، شكرا ليك يا استاذ محمد. شكرا على الاتصال. هي بس تعقيب على الجمله، اول جمله قالها ان هي يكون عندها مشاكل او مشاكل في بين صحية. لا يكون بينهم مشاكل فبالتالي هيلجا لزوج تاني. طب ما انا ليه قبل ما افكر في زوجه تانية انا ليه ما بلجاش واشوف احل المشاكل ازاي؟ الازواج بتجي تقول انا حاولت كتير، دايما ما بتسمعش ومتسبب يعني بتمسك في رايها جدا، عنيده جدا، مش حاسه هو عند الزوجه او الزوجه النكديه زي ما بيقال او كل ده بيندرج نتيجه ان هي كمان لها احتياجات محدش قدر يفكر هي محتاجاها ازاي. دكتوره ليه بس كلمه ان الزوجه هي اللي نكديه فقط؟ هو تمام الزوج نكدي وليه ما بصش لنفسه ان هو يقول على نفسه؟ لا 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 في كتير. لا هو لفظ النكد على احترامي لحضرتك هو في لفظ النكد بيقال ليه؟ لان هي مجرد ما بتزعل شويه ما بتقولش انا زعلانه من ايه، لكن بتبدا تفرغ غضبها في كل اللي حواليها. تمام. غير الرجل، الرجل يا بيكتم وما بيبينش خالص ولا حتى بتعرفي زعلان ولا مش زعلان. طيبين والله الرجاله بيبقى جاي من الشغل يا دكتوره تعبان وطلعان عينه. لا بس هي في الاخر يروح البيت. لا على فكره بس زي ما يكون الصفه موجوده في الست كمان موجوده في الراجل، بس هو مش بيشوف الناحيه دي من ناحيته. فعشان بس هم قله، لكن الاغلبيه بس انها بتفرغ غضبها بطريقه بتضايق بيها الجميع. فهنا بدل ما انت تفكر انك تتكلم مع زوجه ثانيه او يبقى في زوجه ثانيه، حل مشاكلك الاول. طب معلش يا دكتور انا اسف على المقاطعه، في معانا اتصال تليفوني. استاذ عوض اهلا بيك. ايوه باشا ازي حضرتك. اهلا بيك، اتفضل. سؤال حضرتك ايه؟ يا عوض حضرتك الدحيح. انت متجوز استاذ عوض؟ متجوز بقالي زي 3 شهور كده. متجوز واحده ولا اثنين؟ لا واحده بس. ولا ثلاث؟ في الغليو ده لازم يبقى واحده. اتفضل سؤالك ايه يا استاذ عوض؟ الواحد بيجي ساعات من بره من الشغل تعبان. ويلاقي الجوزه بتاعته بص قلب عليه الوش خالص. لا ما سمعتش الحته دي اللي فاتت دي، سمعتيها؟ قلب عليه الوش خالص. قلب عليه الوش خالص. طب انت عملت لها ايه يا استاذ عوض؟ ده انت بقالك 3 شهور متجوز، لحقت نكت على بعض. كمل. اتفضل. يعني على فكره هي قاعده فيها بتقول انا اللي نكت. ربنا يسعدكم يا رب ويفرحكم يا رب. سؤالك ايه طب يا استاذ عوض؟ ليه بتبقى قلبه وشها؟ البرنامج بتاعكم والله برنامج حلو ان شاء الله. ربنا يخليك، ميرسي ليك. في سؤال عند حضرتك؟ ليه بتبقى قلبه وشها؟ يعني مثلا الواحد لما يبقى يتعامل معاها كده يعني بجنب الشغل تعبان حضرتك يعني اتعامل معاها ازاي مثلا؟ عاملها بحنيه بلطافه شوكولاتايه وانت جاي حاجات لطيفه كده. الدكتوره هتجاوبك يا استاذ عوض. شكرا ليك يا استاذ عوض. الاحتواء يا استاذ عوض مهم برضك عند الراجل، لان الراجل طول الوقت عاوز الزوجه تحتوي وهو ما بيحتويش حد. لا هي على فكره بمناسبه موضوع الزوجه الثانيه هنطلع فاصل فاصل وهنرجع ان شاء الله نكمل موضوعنا مع الدكتور. فاصل سريع ونرجع نكمل. هنقول الحق ده مهما يكون كلامنا كلام في المضمون. هنقول الحق في المضمون. هنقول الحق ده مهما يكون. برحب بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، وهنجاوب دلوقتي على سؤال أستاذ عوض. دكتوره سلمى، استاذ عوض بيسال حضرتك ليه الزوجه بتقلب وشها او بتنكد عليه يعني، والراجل بقاله 3 شهور متجوز يعني على ما اعتقد من الاعباء بس بتكون لا 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 ممكن على فكره حاجه بسيطه، ان هو مثلا يكون بيشتغل عدد ساعات طويل ممكن طول الفتره دي ما بيتصلش، مثلا يتصل يسال عليها، يسالها نزلت راحت فين، جت منين، جابت ايه، عملت ايه، هل محتاجه حاجه مش محتاجه حاجه. لدرجه ان احنا ساعات نقول للزوج لو انت حتى طالع جايب حاجه حلوه لاولادك هات لزوجتك. يعني بس ممكن تكون طول الفتره اللي فاتت حست ان هو كل ما بيرجع من الشغل نمط روتيني، ياكل ينام ياكل ينام، هي عايزه تخرج، عايزه تلاقي حد تحكي معاه، حد تتكلم معاه، فالتراكمات اللي جواها بدات على طول تخليها مكشره. اللي بيتجوز زوجة تانية هو بيدور على الأم فعلا ولا هو أناني ولا هو إيه بالظبط؟ لا هو ملهاش علاقة، احنا قلنا بالأم، احنا بس هي حاجتين اتنين. يا إما عنده مشاكل مع الزوجة الأولى ومش عارف يحلها فبيهرب من كده، يا إما فكرته إن الدين اداله الرخصة وظهرت في طريقه حد
مال ليه بمشاعره. طب الانانيه في التعامل ليه الزوج طول الوقت عايز الست هي اللي تحتويه وهو معلش يعني انا بخرج طول النهار من حق ان انا ارجع تضحك في وشي زي ما استاذ عوض قال تضحك في وشي وتهزر معايا والحياه يعني. تمام وليه هو ما يعني ما بيبصلهاش من ناحيه ان انا ان هي برضك ليها حقوق عندي ليه هو طول الوقت عاوز 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 وهي دي مش عايزه حاجه خالص. طب هو احنا لما نتكلم على التنشئه من زمان لما انا بربي ولد وبنت جوه البيت علمت البنت ازاي لما تكبر تتعامل مع جوزها وعلمت الولد ازاي لما يكبر يتعامل مع زوجته، ده غير الصوره اللي انا بربي عليها اولادي شايفيني انا وباباهم عاملين ازاي مع بعض. طب دول لما هيكبروا ويفتحوا بيت هيبقوا ازاي؟ هيبقى زواج ناجح، الزواج شراكه، الاثنين اتعلموا نشيل المسؤوليه مع بعض ونربي مع بعض ونحل المشاكل يعني مع بعض. يعني من وجهه نظر حضرتك الفشل اليومين دول في العلاقات الزوجيه هو عدم تحمل المسؤوليه اولا؟ مشاكل اسريه كانوا فيها طالما اتجوزوا كان في عايشين جوه مشاكل اسريه والانطباع عندهم ان الجواز صعب مش هادي للاسف ممكن يعملوا حاجات غلط كتير. بس في نفس الوقت ممكن يكون مضغوط من الطرفين ان حد بيضغط عليا ان انا اتجوز يعني هو ده السبب في عدم التقبل ان انا حد فرض عليا الحاجه. هو الزواج في بيت عيله مثلا لما الزوج يبقى عايش في بيت عيله وعنده مشاكل مع زوجته ووالدته واخواته وطول الوقت في خلافات اول حاجه هيعملها انه هيدور على زوجه تانية ويعيشها بره عشان هي دي اللي هيلاقي معاها الراحه والاولانيه هيظلمها انها تفضل في بيت العيله. طب ليه عشان هي اللي بتربي الاولاد. طب وليه من البدايه ما حلهاش وخد الزوجه الاولانيه بره؟ ما يقدرش عشان اوامر والدته انه يتجوز جوه بيت العيله. طب هو احنا ليه لما في حد بيجي يتزوج ليه بيدخل الاهالي في المشاكل؟ حسب الطريقه اللي اتربى بيها. طب وليه كل واحد طيب ما يحلش مشاكله بنفسه؟ ماشي. طب خلينا عشان نحسم الجدل في الموضوع ده تنصحي بايه لو واحده متقدم لها حد وهي هتبقى زوجه تانية تنصحيها بايه؟ هل تقبل الوضع دوت ولا ما تقبلش؟ لا تفكر هي اكيد هو اكيد هتفكر دي يعني هي اكيد هتفكر ليه؟ هي لو يعني مثلا زي الحاله اللي كانت معانا قالت انا زوجي كان هيتجوز عليا واتطلقت ومع ذلك هي خاضت التجربه بشكل يعني اقوى من الاولاني بدليل ان انا انفصلت تاني. الوضع هنا انا بسال الزوج انت عايز تتجوز ليه ولازم ابقى واثقه ان الاسباب اللي بيقولها حقيقيه لان في الغالب بتكون كذب. بتكون وهميه هو بيكذب فلو دخلتي التجربه دي ما تلوميش الا نفسك. وفي نماذج ناجحه واثبتت نجاحها فعشان كده احنا مش عايزين نقول ان هي تجربه فاشله او تجربه ناجحه على في طول الوقت. هو ليه الراجل بصفة عامة لما بيجي يتجوز زوجة تانية ما بيقولش السبب الأساسي في الانفصال؟ ليه طول الوقت بيحب يداري مع ان هو لو قال الحقيقة ممكن الزوجة التانية هو انفصل خلاص تعالج اللي حصل في الجوازة الأولانية وما تعملش الأخطاء اللي حصلت في الجوازة الأولانية عشان يعرفوا يتعايشوا لأن أولا وأخيرا هي شركة. هو ما فيش حوار أصلا بينه وبين الزوجة الأولى بينهم مشاكل على طول زعيق على طول خناقات على طول كل واحد منفصل في اوضه لوحده. ده هو السبب الرئيسي. تليفونيه من استاذه فاطمه مدام فاطمه. الو 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 في تليفون يا جماعه معانا ولا راح؟ معانا مدام فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك يا فندم. اتفضلي سؤالك ايه؟ والله انا متجوزه واحد انا الزوجه الثانيه ماشي وخدته وبعد ما اتجوزته اتفضل عليا الثاني وعايز يطلبني ويرد للثانيه ثاني ومشيت ورا الشيوخ والكلام دي ورحت للشيوخ ياما قاعد بيقول لي ده معمول له سحر سفلي مش عارفه ايه ورحت للشيوخ ياما قاعد بيقول لي ده الاولانيه اللي عامله له سحر ومش عارفه اندريه والكلام دي لما هو مش عارفه هو كرهني هو اللي كان هو جاي ورايا ياما وخدني وبعد ما خدني بيقول لي انا مش حبي مش عايز. تمام. سؤال يعني حضرتك بتسالي بالنسبه التغير التغير ان هو اتغير بعد الجواز لما كان بيحبك ويجري عليكي ورافض ان هو مني اولاد مش عايز مني اولاد انا حملت واستجدت ورافض من ان انا اجيب اولاد منه وسبب المشاكل كلها والدته. طيب الجواز قائم دلوقتي ولا انتهى؟ انا دلوقتي واقفه على الطلاق واقفين على الطلاق. حضرتك اللي طالبه الطلاق ولا هو اللي عايز يطلق؟ هو اللي عايز يطلق. طيب تمام شكرا. في سؤال تاني مدام فاطمه؟ المشاكل كلها بسبب والدته. بسبب يعني والدته. بسبب والدته يعني مشاكل ربنا يهديها يعني. والدته يا رب. يا رب. في سؤال تاني يا فندم؟ بسبب المشاكل والطرف الاولاني وفي التاني. طيب في سؤال تاني يا مدام فاطمه؟ لا شكرا. ميرسي ليكي. شكرا دكتوره هتجاوبك دلوقتي. شكرا. دكتوره هي بتقولي ان هو استاذه فاطمه اتجوزها عقاب. ان هو كان بيعاقب الزوجه الاولى فوالدته قالت له عشان نربيها احنا نتجوز زوجه تانية علشان تتعلم. كويس. وهناخدها فتره مؤقته.
بدليل ان هو رفض حتى انجاب اولاد. فنصيحه للاستاذه فاطمه في مواقف كده ما ينفعش فيها ان انا افكر تاني، بمعنى ان انا انفصل عن الانسان ده، وله ما له وعليه ما عليه. وانت شوفي حياتك، واكيد بعد الابتلاء اللي انت مريتي بيه يعني اتعلمي ازاي تجيدي الاختيار المره الجايه. تمام يا دكتوره. بس الزوج الاناني اللي طول الوقت انا 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 انا، هو ده سبب الخلافات ولا يعني هو ده السبب اللي يخليه يلجا يتجوز جوازه تانية؟ ولا الانا اللي عنده العاليه قوي دي، ليه الزوجه ما بتقعدش تتكلم معاه زي ما انت عاوز انا كمان عاوزه، وبيحصل سوء فهم وفي الاخر بيحصل انفصال سريع بعد شهر شهرين ثلاثه؟ تمام. طب انا من البدايه ايه الاسس السليمه اللي انا اختار عليها الزوج؟ هو على فكره بالنسبه للزواج الثاني اصلا كان في الفتره من يعني من بعيد شويه كان بيبقى بين الرجاله كبار في السن، لكن دلوقتي الشباب. اصبح منتشر بعد 3 او 4 شهور من الزواج بنلاقي ان الرجل بيقول انا عايز اتجوز زوجه ثانيه. تمام. هو اولا في البدايه ما عرفش يختار صح، ما عرفش يسال نفسه انا احتياجاتي ايه او انا عايز ايه في الست دي اللي انا هتجوزها. تمام. فلما عاشرها، وطبعا فتره الخطوبه اللي للاسف دلوقتي بقت قليله، ممكن 5 شهور او 6 شهور ولاقيهم يتجوزوا. لا كمان بيحصل فيها تمثيل يا دكتوره. ما هي 5 6 شهور انت مش هتقدري تميزي، يعني احنا بنقول من سنه لاكتر، ولازم يكون في احتكاك طول الفتره دي، بمعنى اني بخرج معاه، بمعنى انه بيدخل في حياتنا وبدخل في حياته بشكل سليم ومحترم عشان اقدر اقيس تفكير الشخص ده. طب هو دلوقتي لما قرر يتجوز زوجة تانية نتيجة المشاكل مع الزوجة الأولى، ده شخص اتربى مش على الأنانية بس، ده اتربى على عدم تحمل المسؤولية والقرارات السريعة. يبقى احنا هنا بنقول للأسرة كأب وكأم، يعني هو السبب في الانفصال القرارات برضك السريعة. طبعًا. ان انا باخد قرار سريع ان انا هتجوز ده. خلينا نعد نقط كده بالنسبه للاب والام. مهارات الحياه، انا لما بربي ولادي عن يعني مهارات حياه من سن 4 سنين لحد ما بيبقوا في الجامعه، انا كده بحطهم على سلم المستقبل من غير ما يعتمدوا عليا. لما يجي بقى ياخد رايي انا كاب او كام، كل اللي انا اعمله اديله رايي باحترام ونصيحه باحترام، ودايما اتابعه باحترام عشان برضو ما خلوش ياخد قرارات عندي معايا. تمام. طب انا استاذنك، معانا اتصال تليفوني. ام عبد الله من القاهره، اهلا بيك يا مدام، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. سؤالك ايه يا فندم؟ السلام عليكم. مع حضرتك. اتفضلي. ده نورك، اتفضلي. اكلم الدكتوره. اتفضلي سؤالك معاكي دكتوره. قالي انا كنت متجوزه من 9 سنين، مشكلتي وانا رفعت كلها وكسبت الحمد لله. المشكله كانت ان جوزي حياتي كلها بره، يا ماما رحنا ماكدونالدز، يا ماما رحنا كارفور، يا ماما خرجنا اتفسحنا، يعني كل اللي في البيت. يعني بلاش نذكر اسامي محلات او اتفضلي كملي. بس حياتي كانت كلها بره عند حماتي، يعني عملنا وسوينا. طب الراجل بيخرجك هو يا ام عبد الله، ايه المشكله؟ لا بيخرج اسرار البيت بره. يعني انا سنه كده خانعه، جوزي عايز يرجع لكن ماما لا، مامته بقى اللي هي مامته هو. ما هو مش عايز يزعل امه يا ام عبد الله. هو بيحبني بس مامته بقى ماسكه له العصايه زي ما بيقولوا كده. طب معلش خديه عشان خاطر يعني ست زي والدتك وبتاع وكده. طيب في سؤال ثاني؟ لا ما فيش سؤال تاني. ماشي، شكرا ليك يا ام عبد الله. يعني معامله ابن امه دي الواحد يحلها ازاي؟ يعني ابن امه ده يحلها ازاي؟ الدكتوره هتجاوبك حالا. شكرا ليك يا ام عبد الله، شكرا. مبدئيا كلنا بنحب امهاتنا. بس لازم يكون في حدود كده. لما بندي كورسات للمقبلين على الزواج، من ضمن الانماط اللي دايما بنركز عليها قوي، الزوج اللي دايما بيسمع كلام والدته في كل شيء. ويعني ما يسمعش كلام امه يا دكتوره؟ لا هقول لحضرتك حاجه. ده هتضعفوك والدين والجنه تحت. لا حضرتك بتتكلم، لا انت بتكلمني عن طفل 3 سنين دلوقتي بيقول لا. تقوم انت اللي عندك 30 سنه او 25 مش عارف تعترض. انت مش هو مش اعتراض، انت تشرح لها وجهه نظرك. لا انت عارفه حضرتك انا كأم بقى انت بتشرح وجهه نظرك. لا انا كأم لازم ابقى فاهمه ان الشخص اللي انا خلفته ده ليه شخصيته، مش طول الوقت انا اللي هضغى عليه. اكيد على فكره يبقى في قرارات غلط بتاعتي ما تناسبوش. فبقول للزوجه في الوقت ده الام دي لازم تحبيها وتصاحبيها. تمام. لان انت مش هتعرفي تاخدي ابنها من حضنها ولا هتعملي عمليه انفصال ما بينهم. بس مبدئيا اللي بتتجوز واحد هي مش بتخطفه من مامته ولا حاجه، هي دي الصوره الذهنيه عند الحما. بس يا ريتني صححها. اعمل ايه عشان احافظ على بيتي وعلى زوجي؟ خلاص انا اتجوزت، صاحبي حماتك وحبيها. أكيد. يعني ساعات بنقول كده قليل من النفاق يعني بينفع. بلاش كل شوية أتخانق معاه وأقول له أنت ليه رحت قلت لمامتك كذا؟ ليه حكيت كذا؟ لا، أتجاهل وأتغاضى بعض الحاجات لحد ما أكسب زوجي في صفي وأخليه يحبني بشكل فعلي. أكيد. وكمان مامته تحبني. لكن من الأول العداوة اللي هنشئها بين حماتي وبين زوجي، زوجي هيخسرنا أنا. أكيد. دكتورة اسمحي لي بس، يعني
اتطرق لحاجه، وهي ان بعض الستات يعني بتفضل ان جوزها يبقى ليه علاقات بره، ولانوش ان هو يتجوز واحده جواز شرعي على سنه الله ورسوله. فليه بتفضل ان هو على راي المثل، يعني حتى في مثل بلدي بيقول لك جوزته ولا جنسته. يعني هي تفضل ان هو يخش لها ميت ولا انهوش لا هي تعرف ان هو دي طبعا عليك. اخطاء في التفكير لان طبعا حرام حرام بكل الاشكال ان الراجل يكون اي علاقه بره اطار الزواج. فانت كده بتاذي نفسك اكتر ما بتاذيه، يعني عشان حتى اولادك وبيتك وال يعني غضب ربنا عليكم. لكن مساله انها ترضى ليه وما ترضاش ليه، اصل لما اتجوز شرعي الزوجه الثانيه هيبقى ليها في حق في ماله، حق في ميراث، حق في حاجات كتير، ولو جابت اولاد هيبقوا مكتوبين باسمه. لا انا كزوجه يعني بقى يعني بتبص عشان ما يضيعش حقها، ما يضيعش حقها في حاجات كتير. طيب خدها نزوه وارميها، هي بتفكر التفكير ده. طبعا دي اخطاء تفكير. يعني طب ما انا عايز اقول لحضرتك برضك، في بعض الناس هتقول لي في حديث لسيدنا رسول الله ابتغوا الرزق في النكاح. يعني اللي عايز ربنا يزود رزقه يتجوز واحده واثنين وثلاث. بص في مسائل في الدين جدليه، يعني بتبقى عايزه دراسه اكتر علشان يعني نفهم. في معنا برضك واحد قاعد على الهوا دلوقتي ده متجوز اربعه في وقت واحد. ليه بقى؟ ده كويتي، يمكن حضرتك اكيد عارفه قصته. ده اتجوز اربعه في وقت واحد بيكيد الزوجه الاولانيه. اللي هو يعني انفصل. طب انا بقى هتجوز بقى اربعه. تفتكر يا دكتوره من وجهه نظرك اللي بيتجوز اربعه ده علشان بيغيظ حد في النهايه، هو عنده حاله جواز بيستمر او لا حاله نفسيه هي بتكون موجوده عنده فعايز يفرغ الطاقه دي؟ هي عايز يسعد نفسه اعتقد، خصوصا في المجتمع بعض البلاد العربيه تقليد ده عرف عندهم. ما بيكتفيش بزوجه واحده، ده بيتجوز الاربعه وبيعيشوا في بيت واحد. فكل دوله لها نظامها ولها طبعها. لكن هنا في مصر الزوج لو ما حسش بشخصيته جوه البيت وحس انه متمكن وقائد لبيته، للأسف ممكن يلجأ بعواطفه الزوجة تانية تحسسه الإحساس ده. بس بعض الإحساس بالقيادة. بالقيادة. ده من يعني الأسباب. في حكاية ظريفة يعني جميلة جدا، زوج متزوج اتنين وحب إنه يختار إنه يعيش مع واحدة بس ويترك التانية. إدى فلوس لدي وإدى فلوس لدي. الزوجة اللي صرفت الفلوس كلها هي اللي قعدت على ذمته. ليه؟ لأنه قال لك إنها محتاسة ومش هتقدر تدير فأنا هفضل معاها. لكن الزوجة الأولانية اللي حافظت على الفلوس وبقت منها وحوشت، زوجة ناصحة وذكية وهتقدر تدير حالها. ده غبي ده، تسمعني. ما هو ده اللي بيسعى للزواج. طب النصحة اللي هتوفر لك سعيد. هو ده اللي بيسعى للزواج. لا إحساسه إنها محتاجة له. هو عايز يعيش الرغبة هنا والإحساس. بالظبط. كل شويه تقول له انا مش هعرف اعمل حاجه من غيرك. في رجاله بيتخيلوا ان الست كلها تفكيرها واحد، زي ما برضك الستات بتتخيل ان الرجاله كلها تفكيرها واحد. فكل واحد بيختلف لما بيجي يختار بيختلف. انا بختار مثلا الزوجه اللي تتحملني. لا في رجاله لا انا احب اختار الزوجه انا اللي اتحملها وانا اللي امشي الموضوع كله. يعني في بتحصل خلافات وتطشات لان عدم دراسه السلوكيات في الحوار وانا بختار، ده اللي بيؤدي يعني بيؤدي للانفصال السريع. هو حضرتك بتحكي ده اسمه التوقعات. انا ما ينفعش ادخل في علاقه زواج وانا متوقع وتنبأ هلاقي ايه من الطرف التاني. المفروض احنا شفنا بعض، حبينا بعض، ارتحنا لبعض، فبنعيش مع بعض بالتقبل وبالرضا. احنا اتفقنا من البدايه ان الزواج شركه، فعشان انا اسس الشركه لازم احط واحد اتنين تلاته. تمام. ايه الاسس اللي انا احطها وانا بختار شريك حياتي او انا يعني كراجل يختار شريك عشان يبقى جواز سعيد وناجح ونستمتع عشان ما يحصلش فيه نكد وما يحصلش فيه انفصال. اول نقطه طالما خدت قرار الزواج كراجل او كست، اسال نفسي الاول انا مؤهل للخطوه دي ولا لا؟ بالنسبه للبنت ولا للولد؟ الاثنين مؤهل. اولا يعني نفسيا هل انا متقبل ان انا اخرج من بيت اهلي وادير بيت لوحدي؟ كويس. المسؤوليه. ايه تاني؟ تاني حاجه ان انا الجا لاهل الذكر. يعني ايه اهل الذكر؟ الناس اللي فاهمه في العلاقات الزوجيه. تمام. انا وخطيبي او انا وخطيبتي نروح ناخد زي كورس كده بسيط او دوره تدريبيه نفهم يعني ايه حياه زوجيه وتربيه اولاد. تمام. وعلى فكره في دول عربيه في اماكن او حاجه المفروض انها في مصر بس في اماكن خاصه. لكن في دول عربيه اجباري ما فيش عقد الزواج يتم الا بعد ما الخاطب وخطيبته يمروا ببرنامج تدريبي 9 شهور وينجحوا فيه. وفي اوروبا كمان ده كويس جدا. يا ريت طبعا ده جميل. نتمنى طبعا نسبه الطلاق تقل. لكن انا لما اكون مش فاهم يعني ايه حياه زوجيه وانها بتتطلب مني التنازل عن بعض الحاجات اللي انا كنت متعود عليها، يبقى انا كده زي ما بيقولوا ايه طلعت مطب وما عرفتش امشي. طيب بعد الكورس اللي حضرتك قلت عليه اللي هو بيقعد فيه 6 شهور كدوره تأهيليه للجواز، ياخد يعمل ايه تاني؟ التحمل بقى.
نبدا احنا الاثنين مخطوبين مع بعض وداخلين على زواج اكشف نفسي وانا في الخطوبه. ما تجملش ما مثلش. تاني حاجه انا قادر اتحمل العيوب اللي ظهرت قدامي ولا لا؟ يعني كان كتير من البنات بتبقى ظاهره قدامها عيوب الرجل ده ومع ذلك بتقول الكلمه المشهوره واللي خربت بعد الجواز هيتغير، خديه على عيبه بكره يتغير. الكلمه دي هيسببت طيب طلقات كتير. استاذنك احنا معانا اتصال من مدام فاطمه، اتفضلي. اتفضل. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام مدام فاطمه، اتفضلي. سؤال حضرتك ايه؟ رفي ده انا مخطوبه سنتين وشهر. سنتين وشهر. اتفضلي. بعد ما اتجوزت استحملت قيمه كتير واهانه كتير وضرب كتير. اتجوزته عامه حنيه ما شفتش خالص ولا شهر حتى في اول الجواز؟ نعم؟ مفيش حنيه حتى في اول شهر في جواز ولا اي حاجه؟ انا سؤالي انا دلوقتي بعمل زي ما الدكتوره بتقول، انت كل حاجه عندي ورث يعني بكنش واديكوا اهتمام بدين هو انا. طب يعني مدام فاطمه يعني حضرتك بتعامليه كويس وبتدي له حنيه وبتعمل له اكل وكل حاجه وبرضك مع ذلك بيضرب حضرتك وبيهينك؟ ده حاله نفسيه. تمام. طب بقاله كتير في الموضوع ده ولا مثلا موقف معين حصل من حضرتك فبناء عليه ابتدى يعاملك بقسوه او حاجه؟ لا انا ما فيش اي حاجه. انا يعني ما زعلتيش امه مثلا او ضايقتيه مثلا؟ يعني اكيد مش من فراغ. لا ما فيش. طيب كده تمام. في سؤال تاني؟ وما فيش اي حاجه. ماشي، في سؤال تاني يا فاطمه؟ نعم. في سؤال تاني يا فندم؟ الف شكرا. ليكي، ميرسي. الدكتوره هتجاوبك دلوقتي. دكتوره هي بتسال جوزها بيضربها ويعني زوج بيضرب زوجته من اول يوم جواز او بيتعامل بالطريقه دي بنسبه 90% كانت في اسرته الاب والام دي طريقه تعامل الاب مع امه. يعني مثلا هي مفروض عليه فهو كبر، هو كبر اتعود يشوف الست بتتضرب وبتتهان. عشان كده انا بقول للزوجه لازم تاخدي وقفه. معاكي اولاد، معاك، خدي بالك مفيش حاجه اسمها بتنازل وبضحي واستحمل ضرب واهانه عشان ولادي. انت بتطلعي راجل وبتطلعي ست بعد كده في المستقبل هيعيشوا نفس الحياه واوحش ما انتوا عايشينها. تمام. فلازم وقفات في الموضوع ده، تدخل الاهل، تتكلم مع حد كبير، تلجا للمركز النفسي للازهر. بيتكلموا مع الازواج اللي بتضرب او بتهين باسلوب ديني ويقدروا يكلموهم. والعلاج النفسي في الاحوال اللي زي دي بيكون مهم جدا. اصلا في بعض الازواج برضك يقول لك ايه انا بأدبها فعشان كده بضربها، وده مش ادب. هو فاهم غلط، هو فاهم النقطه دي فهم غلط. يا جماعه احنا عايزين نتكلم ان الطب النفسي او التخصصات النفسيه والارشاد الاسري دلوقتي بقت موجوده ومتاحه في اماكن كتير. ما في ناس بتخجل ان هي تروح لطبيب نفسي. ايه او معالج نفسي؟ ايه الخجل؟ يقول لك بلاش اسمع كلام التلفزيون بامانه او الاعلام اللي صور صوره الطب النفسي انها مخيفه او ان انا شخص بستغل اسرارك ضدك. بالعكس، الاماكن دلوقتي موجوده، واروح مكان موثوق فيه وابدا اعرض مشكلتي واشوف الشخص ده هيساعدني ولا مش هيساعدني، بدل ما افضل واقف في طريق انا تايه فيه هخسر بيتي وهخسر اولادي. صح. خصوصا ان الزواج الثاني بيأثر على الاولاد بطريقه صعبه جدا. نرجع لسؤالنا اللي كان قبل سؤال الضيفه، اللي هو الاسس اللي احنا بنختار عليه. احنا قلنا اتنين، نكمل بقيه الاسس علشان الناس. اخر حاجه وصلنا لها تحمل المسؤوليه. تحمل المسؤوليه بعد ما ياخد كورسات، بعد ما ياخد الكورسات ويتاهل ويقدر يشوف هو نفسه مؤهل ولا لا. يعني انا لو رايح اشتغل في شركه والشركه طالبه كورسس انجليش وكمبيوتر ولغات، هروح ادرس عشان ادخل الشركه؟ بس في ناس بتخجل زي ما استاذ محمد يقول لك هروح اخد كورسات ده عشان كورس وانا بحجزك في مصحه او انت مريض عقلي. يا جماعه في فرق بين الاضطرابات النفسيه والاضطرابات العقليه. بس السمع ده الناس تفهمه. السمع من الغير، يعني واحد بيقول لزميله لا والله عاملها كذا 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 كذا، فهو بياخد مثل لا هو شخص ما عندوش شخصيه. شخص كلمه بتجيبه وكلمه بتوديه. علشان كده احنا عايزين نشتغل مع اولادنا من الصغر ان هم يتعلموا يسمعوا لمين وما يسمعوش لمين. مش اي كلمه يفلتر النصيحه، يفكر مش يقول له اضرب مراتك وهو ما بيضربهاش. هي ما عملتش حاجه، ضربها على طول. اكتر واحد بيقول لك اضرب مراتك اكتر واحد، اضعف واحد في بيته. ايوه صح. يعني تملي الواحد اللي بيديك النصيحه هو بيعمل عكسها في البيت. بيجرب فيك. احنا زي ما بنقول التربيه مش بالتجربه، برضو الزواج مش بالتجربه. واللي صاحبتي او جارتي او قريبتي عملته مع زوجها ممكن انا ما اعرفش اعمله مع زوجي. طيب تمام، عشان نخلص بس النقطه دي
نقطة الاختيار السليم للزواج يبقى أول حاجة إن هو ما يتجملوش مع بعض، يكونوا صرحاء واضحين مع بعض ويتحملوا المسؤولية وياخد كورس أو حاجة تأهيل للجواز للطرفين، يعرفهم يعني إيه جواز ويعني إيه مشاركة ويعني إيه حياة وإزاي يكون أسرة. فده كل ده هيساعده إن هو يكون أسرة سعيدة. تمام. أسرة ناجحة. رابع بقى حاجة وأهم حاجة من وجهة نظرنا إحنا كمتخصصين، كل واحد عارف عيوب نفسه. تمام. بمعنى إيه؟ الزوج عارف إن هو قراره العصبي جدا، بلاش ادخل ده؟ لا بلاش ادخل في الزواج من غير معالج. يعني ايه اعالج؟ يخفف يعني اعرف عالج ده. لا علاج العصبيه لها علاج. ازاي؟ كل حاجه لها علاج. انت لما بتحكي مع متخصص اصالح مراتي افضل، هي هيبان هي العصبيه ما تتدارش. لا انت عصبي في التعامل، فانت تحاول تحد من عصبيتك شويه. مش عصبي والله، ده جد العصبي. يعني انا داخل حياه زوجيه وهي ما لهاش ذنب طول الوقت ان انا اشخط او ازعق، واقل تصرف تعمله هي العصبيه دي بتكون نتيجه طبعا عن شغله. هو لا، في اسباب عضويه وفي اسباب نفسيه. فلما بيلجا لحد بيقدر يفهمه ويتعامل معاه صح، لو عضويه بتتعامل معاها وعلاجاتها موجوده، ولو نفسيه برضو الجلسات بتاعتها موجوده. اصلك في بعض الازواج يقول لك اصلك انا كنت مضغوط بره طول النهار فدخلت افرغ الشحنه في البيت. لا، هي مالهاش ذنب، دي ثقافه غلط. دايما الانسان على فكره ما بيأذيش الاقرب الناس ليه. يعني مثلا متخانق مع زميله في الشغل يجي في البيت يروح متخانق مع مراته هي كمان عشان هو اتخانق مع زميله. وعلى فكره هي لو قويه بالمعنى الصحيح هتعلمه ان هو بره حاجة وفي البيت حاجة. هو المفروض أي واحد بيتزوج بصفة عامة يخرج من البيت ينسى مشاكل البيت. هما الاثنين يخش البيت، هما الاثنين. وعلى فكرة في زوجة نفسها ممكن تبقى قافلة التليفون مع والدتها أو والدها ومشحونة بطاقة سلبية، برضو تتخانق مع زوجها وأولادها على أسباب غير معروفة. يعني مش الزوج بس. تمام. فعايزين بس نعرف إيه حكم يعني الطب النفسي في الزوج اللي بيبقى بس في حتة الأنانية. عايزين يديله كده نصيحة. هنديله نصيحة. أيوة. هو يا رب يسمع النصيحة، ياريت. يعني الشخص الأناني يا رب يسمع النصيحة. طبعا مفيش وأولا إنسان. النصيحة دي كمان لأي حد مقبل على زواج مش الزوج بس. تمام. أنا هستأذنكم معنا مدام فاطمة. قبلة. ألو. وعلي 14 إيجار. ألو مدام فاطمة. دي حالة كده، أستأذنك بس يا دكتورة، الحالة دي قاعدة قدام مدينة الإنتاج الإعلامي بقالها يومين. عندها مشكلة وأنا داخلة بصراحة يا ستي كبيرة جدا في السن. تمام. هي المشكلة إن هي خدت قرض بس من البنك. طب خلينا نسمع منها. اتفضلي. ألو. أيوة أستاذ. أيوة اتفضلي. أيوة اتفضلي مدام فاطمة. أنا اسمي فاطمة سالم عبد اللطيف. ماشي يا حاجة. إيه المشكلة؟ إيه مشكلة حضرتك؟ يا أستاذ. أيوة سامعينك يا فندم اتفضلي. أنا دلوقتي عليا قرض 21,000 جنيه. تمام. وأنا دلوقتي ست كفيفة ومسنة يعني، وعندي تليف كبدي وتعبانة وعليا 14 إيجار. تمام. دفعت منهم قد إيه ال 21,000 دول يا مدام فاطمة؟ يا استاذ دفعت. انا سامع حضرتك سامعاني. ايوه دفعت منهم. ايوه انا عايزاكم تساعدوني تدوا لي كارد ان شاء الله تبعتوه هناك حتى. طيب ما انا بقول لحضرتك دفعت منهم كام ومحتاجه مساعده كام؟ محتاجه مساعده قد ايه؟ انا برضو تعبانه، ساعدوني. انا دلوقتي هي مش سامعاني. يا جماعه من فضلكم في كنترول تواصلوا معاها، تواصلوا معاها وشوفوا ايه مشكلتها. طب نكمل. الحاجه دي بصراحه يعني انا شفتها وانا داخله يعني قاعده بقالها يومين قدام الباب، فانا بسالها مالك، فقال لك ده قاعده القعده دي بقالها يومين وهي متعسره لانها القرض مش عارفه تسده، وبما ان هي ست كبيره. احنا بنناشد برضك اهل الخير ان هم يساعدوها، يساعدوا الحاجه فاطمه. اي حد بيتفرج على الحاجه فاطمه يتواصل معانا، معانا رقم تليفونها لو حابب تساعدها بمبلغ مالي عايز تسدد، حتى لو مبلغ بسيط ممكن نجمع من بعض يعني تسدد لها القرض، او هي تقسط حتى القرض، شوف هي تحب تعمل ايه، يا ريت يعني نتعاون معاها. واحنا معانا رقم تليفون اللي حابب يتواصل معانا. دكتوره السؤال قبل الحلقه الفاصل الزوج الاناني. حاول تعرف حاجه واحده بس، انت اناني نتيجه تربيه معينه انت تربيتها. فطباع الانسان ما بتتغيرش بين يوم وليله. يعني انا مش هاجي اقول لك لو سمحت بطل تبقى اناني فهيبطل. الموضوع بيحتاج صبر وطوله بال من الطرف التاني. طب هو رفض ان يروح لمتخصص، الزوجه نفسها ممكن على فكره تلجا للمتخصص وتتعلم منه تعمل ايه مع زوجها، بحيث ان هي تبدا تغير في الصفه اللي ممكن تهد حياتهم. وممكن عن طريق الخطوات اللي فعلا تتعلم ازاي تعملها تعالجه. الطرفين في الزواج، طرف اناني والطرف التاني قادر يستحمله، هيقدر يعالجه من غير ما يحس. لكن المشكله لما الطرف التاني يكون برضه ما تعلمش ازاي يعالج عيوب الاخرين او يتحملها. تمام. قبل ما نختم حلقتنا عايزين نعرف بس، انت حضرتك توجهي للمقبلين على الجواز، مش اللي اتجوزوا خلاص وتدبسوا، اللي مقبلين على الجواز نصيحه
الاول للولد وثانيا للبنت. كل واحد نصيحة. حاجه لازم هل تسمع لوالدتها بقى ونصايح والدتها؟ لا بعيد عن ولا ده، دايرتهم بيسمعوا نصايحنا. هي اكبر مشكله دلوقتي بعد دراسه احنا عملناها ان الولاد والبنات المقبلين على الزواج من سن العشرين لحد سن الثلاثين اصبحت جروبات التواصل الاجتماعي هي المهيمن الاول على افكارهم. طيب فيعني لو قابلتي واحده في المترو قالت لك ده الزواج مشكله وحش هتسمعي الكلام. خدوا بالكم ان مش كل حاجه بتبقى على السوشيال ميديا او بتذاع في البرامج تمام. بتبقى هي دي الحقيقه عن الزواج. تمام. بس نصيحه للبنت ونصيحه للولد سريعا، الاثنين نصيحه واحده، يبعدوا عن السوشيال ميديا. لا، الرضا والتقبل. علم نفسك ازاي ترضى، علم نفسك ازاي تتقبل وتحب بجد، ساعتها هتعرف تعيش وتستمر في الحياه الزوجيه. وعدم النصيحه للاخرين. عدم الانصات. الانصات للاخرين. لا، النصيحه بتقعد تدي نصيحه وانت ما بتطبقهاش كمان على نفسك. يعني النصيحه سهله جدا، بس اللي بيجي ينصح يا ريت وهو بيقول النصيحه لحد يبقى عارف كويس اللي قدامه بيقول ايه. امين في النصيحه يكون امين. لا غير كده انه بيبقى مع الاسف وقت حلقتنا خلصت يا دكتوره، بنشكرك جدا. شكرا دكتوره. دكتوره سلمى عادل، شرفتينا ونورتينا، شكرا لكم. وقبل ما نختم، يا ريت زوجتك هي سكنك هي حياتك، ارجوكم يعني تحافظوا على بعض وتحتووا بعض. وزي ما قالت الدكتوره، لو عايز تكون اسره سعيده وتعيش حياه سعيده، اعرف يعني ايه جواز، وشوف مركز او مكان يعرفك يعني او يأهلك. ويا ريت بلاش نتجمل على بعض من الاول، لا، كون واضح وصريح جدا. عندك عيوب قول لها والله انا عيوبي كذا، وهي نفس القصه، عشان الزواج يستمر وتعيش حياه سعيده ان شاء الله. كل واحد يبص لعيوبه ومميزاته ويشوف هيقدر يتحمل منها ايه من الاخر. هو ده المضمون. جدا، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من برنامج كلامنا في المضمون. شكرا لكم والسلام عليكم. كلامنا كلام في المضمون، بلدنا يكون كلامنا كلام في المضمون، هنقول الحق مهما يكون، هنتكلم في كل الحاجات وهتحلى كمان ويانا الحكايات، هنتكلم